شكرا لك ليانا، شكرا لك وداد، شكرا لجيش ليانا، وفضك معي ما راح انساها طول عمري. شكرا ليانا، لا تفكر على وادي. خلاص يا جاسم، هاي ما عاد تترك اليوتيوب. خلاص ما عاد تترك اليوتيوب. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي هو تقديم مساعدة لوجه الله تعالى، الله يجعله من ميزان حسناتنا حسناتكم، لأنه رح نقوم بالمساعدة أنا وياكم. أكيد كلكم عم تسألوا عن شو نحن عم نحكي. نحن عم نحكي عن قناة ولاد خالو صفا وجاسم. طيب قلبي، صفا وجاسم تسكرت قناتهم بسبب مخالفة الحقوق والطبع والنشر، هيك فهمت من خالو، هيك فهمت من خالو. يا حرام كتير زعلانين، ومن شوي أنا كنت عندهم وكانوا عم يبكوا كتير وزعلانين على القناة، فحرقوا لي قلبي. فقررنا أنا وليانا أن نساعدهم ونقف جنبهم. فقررنا أنا وداد ناخذ لهم نقطعة الكهرباء. بايب قلبي، انقطعت الكهرباء، احسن شيء نروح على الغرفه الثانيه. تعال معنا. هلا طلعنا على الغرفه، لهون على الغرفه الثانيه، هون اضواء، هنيك ما في، لانه صايره جوا داخليه، يعني ما بتعطي اضاءه كثير، هون احسن من جوا. حبايب قلبي والله هاي الكهرباء عم تعذبنا كثير، يعني عم تنقطع ساعتين وتجي ساعتين، تنقطع ساعتين وتجي ساعتين، يعني بنشوفها عدي لي كم ساعه بين ما اخلص حكي. ايه تنقطع ساعتين تيجي ساعتين، وعم نتعذب ايام الفيديو نصوره الصبح، نستنى للمساء لحتى تيجي الكهرباء لحتى نكمله. وين صرنا وداد؟ ايه حبايب قلبي، فقررنا انا وداد ناخذ لهم هديه، ناخذ لهم هديه ونفرح لهم قلبهم، لانه نحن شفناهم كثير زعلانين على قناتهم، يعني هن بحبوها وزعلوا عليها كثير. فقررنا ناخذ لهم قناة الاحتياطية. انا بعرف انه القناة مو لإلي لحالي، هي إلي وإلكم، بس حبينا ناخذها ونفرح لهم قلبهم. فرح نعطيهم القناة الاحتياطية يشتغلوا عليها عبينا ما ترجع قناتهم، واذا ما رجعت كمان رح يضلوا يشتغلوا عليها. وحبايب قلبي، بعرف انه هاي القناة إلي وإلكم، بس من واجبي ومن واجبكم انه نوقف معهم بهي يعني صايره معهم. انا عايز جمله مفيده. هي لانه فقدوا قناتهم، فقدوا قناتهم، لازم نعطيهم هاي مشان نفرح لهم قلبهم. حبايب قلبي، بعرف انه قناة الاحتياطية الي والكم، ومن واجبنا انه نخبركم بكل شيء رح نعمله. حبايب قلبي، بتمنى منكم، واذا صاروا صفا وجاسم يشتغلوا عليها، بتمنى منكم تروحوا تشتركوا فيها. رابط القناة الاحتياطية موجود بالوصف، روحوا اشتركوا فيها ومشان تفرحوا لها قلبهم. هلا انا وداد رايحين لعند صفا وجاسم ونشوف شو ردة فعلهم. احنا هلا رايحين لعند صفا وجاسم، بدنا نعطيهم الهدية ونشوف شو ردة فعلهم، ونفهم من خاله القصة، وانتم كمان تفهموا معنا. خليكم معنا لنروح على صفا وجاسم. حبايب قلبي، لكم مكان خيمتنا هون، هدو كمان خيمة، كمان جيراننا كمان كانوا هون، هدو. وإن شاء الله خالتي كمان عم تدور على بيت بدها تطلع، وهي الخيمة بدها تروح، ما رح يضل حدا بالمكان. صار المخيم هون تحت دمار، ما ضل في حدا غير خيمتين. أرسلني إليكم حمزة. لك هذا عم أمنه. بيتنا بتزحلق على بلاط او لا؟ بلا والله. مرحبا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ الحمد لله. مو اليك المتابعين راجعين تشوفوا الارض، يعني تشتروا من عبوه جديد؟ بطلنا نبيع، الله معكم يا عمي. ما بعرف شلون نخلص. ذاك البس والله من كيف هذا نمر. يلا تفرج على الارض، بس ما انا بعيد. ها سلمى، نرجع عليها بعد يومين ثلاثة، تكون ما ضلت ولا خيمة.
الآن صاحب الأرض بده يقلع الصبة ويحط هون محل زراعة، يعني بيسرع فيها محل زراعة. احنا هلأ وصلنا لعند صفا وجاسم، وفوتنا مرت خاله على الغرفة الثانية. فوتتنا مرت خاله على الغرفة الثانية وقالت لنا انه جاسم لهلأته عم يبكي. انا طلعت عليه ودموعه لهلأته على خده يعني، وجينا على الغرفة الثانية وقالت لنا مرت خاله انه احكوا كلمة حلوة مشان يعني ينسى اللي راح، وانا بدي اعمل له مفاجأة. خلينا نروح ونشوف جاسم وصفا. كيفك جاسم؟ الحمد لله. صفا الحمد لله. شو كيف صرت جاسم؟ ان شاء الله احسن. كيفك صفا؟ الحمد لله. بس عم يقول البابا ان القناة تسكرت. خلص حبيبي خلص، لا تبكي لا تبكي، خلص لا تبكي خلص. يلا صفا انا ما بتروح يلا خلص ما بقدر. خلص جاسم، شو قلت جاسم؟ جاسم جاسم خلص جاسم. يا جاسم طلع فيه طلع فيه. مو انت زلمة؟ مو انت زلمة ليك صفا روقت؟ يلا خلص جاسم. عمل لك ما بتطلع ما تروح ولا تتسكر. يلا خلص يا جاسم خلص. انت رجال عم تبكي؟ جاسم طلع فيه، بس طلع فيه. ليش عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ خلاص امر الله وصار. يلا خلاص انا جايبت لك هدية. طلع فيه ليك. يلا ما بدك تشوف شو هي الهدية؟ ما بدك تعرف شو هي الهدية؟ ما بدك تعرف في صفا؟ بدك تعرف صفا. يلا مشان روح تخبرها لصفا بالغرفة الثانية، ما تخبرها. يلا قوم غسل وشك وتعالى خبرك شو هي. عن جد جاسم كتير مكتئب، مثل ما شفتوا حالته عم يبكي كتير يعني. عن جد معه حق يعني، تعب سنة أكتر من سنة بيروح هيك بيوم وليلة بيروح فجأة يعني ما حدا بيعرف. بس أنا وياكم رح نساعده ونفرح قلبه. هلأ رح يجي، بس يجي جاسم رح نخبره ونشوف شو ردة فعله. صفا ما بتعرف شي، مثل الأطرش بالزفة. شو كيف صرت جاسم؟ إن شاء الله أحسن؟ الحمد لله. شو جاسم ما بدي بكي؟ أنت رجال ما لازم تبكي. طيب خالو بس خبرنا كيف صارت هي القصة؟ والله كان عليها مخالفتين للقناة من زمان، ونشرنا فيديو طلع عليه كمان مخالفة. صاروا ثلاث مخالفات، والكل بيعرف انه ثلاث مخالفات اليوتيوب بيسكر القناة. طب شو ناويين تعملوا هلأ؟ والله ما بعرف يا وداد شو بدي اقول لك. قررنا نترك اليوتيوب. بس خالو تعب، ما فينا نرجع من الصفر يعني. تعب سنة بدي روح هيك. شو بدنا نسوي يا خالو؟ خلص جاسم يعني ما فينا نرجع على القناة من الصفر. جاسم جاسم شبك انت رجال؟ جاسم فرس شوي، انت رجال جاسم فرسك خلص يا جاسم. ما وقف شوي التصوير. خلص جاسم حاش تبكي، انت رجال. اصلا انا جايبت لك معي هدية، هاي الك. شو هاي؟ هاي إلك. شو؟ أنا عطيتك قناتي الثانية. عن جد؟ أنا راح أرجع على اليوتيوب؟ إيه عن جد، لا تبكي. جاسم. جاسم خلص. جاسم. خلص رح ترجع على اليوتيوب إن شاء الله أحسن من قبل. على خلص يا جاسم، هاي ما عاد تترك اليوتيوب. خلاص ما عاد تترك اليوتيوب. تفضل خالد. شكرا لك ليانا، شكرا لك وداد، شكرا لجيش ليانا
وفضكم معي ما راح انساها طول عمري. لا يا حبيبي، لا شكر على واجب ولا يهمك، يعني خلص انت رح ترجع على اليوتيوب. لا لا بقى تبكي ناله، يعني لا لا تبكي صفا، وما يجيب لنا شيء ناكله من عند الماما. خلص جاسم قوم غسل وشك، خليه يغسل وشه مرة ثانية. طيب قلبي صار له مغسل وشه 3 مرات، واول ما اجينا بكى كتير، يعني قلت له روح غسل وشك، ويعني والله تأثرت انا كتير، يعني واحد تعب سنة واكتر من سنة وتروح هيك تعبه على الفاضي سكر له يا اليوتيوب، والله تأثرت انا كتير منه، بس ان شاء الله بدعمكم انتو بترجع له البسمة وبيرجع ينزل فيديوهات. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة الاحتياطية موجودة بالوصف. سلم ايديك. سلم ايديك. ليش عزبتي حالك؟ حبايب قلبي، هذا البك ولا شيء، اجينا لعندنا الصبح قبل ما نصور هذا الفيديو، عن جد بكاني قد ما بكى، بس هلا ما عاد يبكي ابدا. ماشي تفضل انت ديكو. هلا متابعيني جيش ليانا بدنا نروح يشتركوا بقناتك وان شاء الله تصير احسن من قبل. شكرك ليانا وداد وجيش ليانا، وقفتكم معي ما راح انساها، ولو نحن ما عملنا غير بالواجب، ما عملنا شيء. لهون يكون انتهى الفيديو، ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. حبايب قلبي بعتذر منكم عفوا اذا الفيديو مؤثر شوي، لانه حاولنا نراضي جاسم ما رضي، وقبل ما نجي لو بتشوفوا الصبح لما اجينا ونبكي ويبكي والله انا بكاني ونسكته وما رضي، وحتى لما قلنا له عن المفاجأة ما رضي. حبايب قلبي رابط قناة الاحتياطية موجود بالوصف، روحوا اشتركوا فيها. وشو بتحب تقول يا جاسم الجيش ليانا؟ شكرا جيش ليانا الكل من قلبي. شكرا لكم حبايبي، لا تنسوا اللايك والشير سبسكرايب وضغطوا جرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. بنحبكم، انتظرونا بفيديوهات جديدة. باي. اليوم بحبكم جاسم، بحبكم.